ولسه يا كابتن هيثم مستمرين معاك في لقاءاتنا طبعا، واحده ايضا من نجمات المباراه النهارده كابتن رنيم الجداوي طبعا بتشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن رنيم بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك طبعا، سكور كبير، يمكن هنفضل نعيد ونزيد انه ماتش للنسيان بالنسبه لنادي الزمالك. لو هنتكلم النهارده عن الاداء وشايف المباراه ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. احنا من بقالنا كام يوم بنستعد للماتش ده، الماتش الديربي طبعا، بس فالكابتن طبعا قال لنا الخطط وازاي نلعب على الفريق اللي قصادنا نادي الزمالك، والحمد لله نفذنا كل حاجه والسكور طلع الحمد لله كبير. كابتن نيم، اهم الانستراكشنز او التعليمات اللي كان بيديها لكم كوتش طارق ما بين الكوارترز، على الرغم من انه يعني يمكن كان في الكوارتر الرابع تحديدا والثالث كان فرق اكتر من 75 بوينت، ولكن برضو كان ليه تعليمات وكان يمكن كان صارم شويه في بعضها، لو هنتكلم كان ايه اهم التعليمات اللي اداها لكم؟ اهمها ان احنا نعمل ديفنس، ان احنا نساعد بعض كلنا في الديفنس، اللي هو لو حد مثلا مانو قطع تاني يساعده كده، واللي هو احنا نكمل نلعب لعبنا لغايه اخر ثانيه، علشان احنا عايزين السنه دي كل الماتشات نطلع بشكل كويس ونكسب الفرق ان شاء الله كلها، ده التارجت بتاعنا باذن الله. اللي جاي يمكن البنك الاهلي، يمكن بعده الجزيره، بعده سبورتنج، يعني يمكن كلكم بتتكلموا على ان انتوا بتاخدوا الماتش بماتش، ولكن يمكن النهارده صعب المهمه شويه بالسكور ده، اكيد هتبقوا عايزين ان انتوا يبقى الاداء باين خلال الماتشات اللي جايه. لو هنتكلم عن استعدادات البنك الاهلي، احنا بكره ان شاء الله عندنا اجازه، وبعدين من اول بقى بعد بكره هننزل نفس اللي حصل ماتش جديد، اكنه يعني بدايه جديده خالص، هننزل نموت نفسنا ونعمل كل اللي كابتن طارق بيقول عليه ونلعب مع بعض ونلعب جامد، علشان يبقى شكلنا كويس ان احنا نكسب كل الفرق، ان كل الفرق تبقى نازله عارفه احنا هي بتلعب مين، تبقى محترمانا يعني ان احنا نازلين يلعبوا النادي الاهلي. كابتن رنيم، شايفه اخيرا ان النهارده كان فرصه كبيره جدا حصل فيها روتيشن لبعض اللاعبات، شايفه انه كان في فرص كتيره جدا النهارده في ارض الملعب، طبعا ده نظرا للاختلاف ما بين المستوى ما بين النادي الاهلي والزمالك؟ النهارده الحمد لله كابتن ادى فرصه لكل اللعيبه وادى ثقه، فاللعيبه الحمد لله ادت، كل لعيب ادى بشكل ممتاز النهارده الحمد لله، فاتمنى ان احنا الماتشات اللي جايه برضو نلعب بنفس المستوى وكله ياخد فرص وكله يتالق ان شاء الله، عشان السيزون ده باذن الله يبقى بدون خساره. كابتن رنيم نورتينا وشرفتينا، الف مبروك مره تانية على مباراه النهارده. الله يبارك فيك، شكرا.